السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك سبسكرايب باش تدعموا القناة. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. اليوم البنات غنقدم لكم كيكة سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع. دابا البنات غندوزو المكونات وطريقة التحضير. كنتمنى تجربوا هذا الكيكه وتنال الاعجاب ديالكم. مكونات ديال هذا الكيك جد سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. كتحتاج 4 البيضات، سكر سنيده كاس، رشه ملح، كاس زيت، كاس حليب او لبن، 2 خمارات حمرين، 1 لافاني، وواحد كاكاو، والدقيق حسب الخليط. دابا ندوزو الطريقه. غنديرو البيض غنزيدو عليه رشة ملح وسنيدة وكيس لافاني. غنخلطو المكونات مزيان حتى ينسجمو مع بعضياتهم. نستمرو في خلط المكونات، من بعد كنضيفو كيس لافاني ونستمرو في الخلط. من بعد كنضيفو كاس الزيت ونخلطو مزيان حتى تنسجم الزيت مع المكونات الاخرين. من بعد كنضيفو كاس الحليب او كاس اللبن اللي بغيتو نتوما، الا بغيتو تقدوها بالحليب الا بغيتو تقدوها باللبن. من بعد الخلط تنجيبو الدقيق ونخلطو شويه بشويه، الدقيق حسب الخليط. غنبقاو نضيفو الدقيق حتى نحصلو على العجينه اللي بغينا، على الخليط اللي بغينا للكيك. نزيدو نضيفو الدقيق ونخلطوه مزيان. من بعد كنضيفو 2 خمارات حمرين، يمكن تضيفو حتى 3، وتحركو الخليط مزيان حتى تنسجم الخميرة الكيماوية أو بيكنج باودر مع الخليط.
تنخلطوا المكونات مزيان حتى تخلط مع بعضياتها. من بعد ما حصلنا على الخليط اللي بغينا، غنجيبو جوج زلايف، غنقسمو الخليط الى نصفين متساويين. واحد النصف غنخليه عادي، والنصف الاخر غنضيفو ليه كيس من الكاكاو. من بعد ما قسمنا الخليط الى نصفين متساويين في جوج زلايف، غنخلي الزلافه الاولى عاديه على جنب، والزلافه الثانيه غنضيف لها كيس من الكاكاو. نخلطوه مزيان حتى ينسجم مع الخليط مع الكيس من الكاكاو. من بعد ما نخلطوا جيدا الكاكاو مع الخليط، غنجيبوا المول اللي غيدخل الفران ونزو غرفه من الخليط العادي، نديروه وسط المول ونزو غرفه اخرى من الخليط تاع الكاكاو، ونديروه وسط ديك الدائره البيضاء الخليط الابيض، ونستمروا بهذا الشكل حتى نكملوا العجين اللي عندنا. هنستمروا في وضع عجينه بيضاء فوق عجينه اللي مع الكاكاو المخلطه مع الكاكاو بالتناوب حتى نكملوا الكميه تاع الخليط اللي عندنا. غنديروها بالتناوب، وحده عجينه بيضاء وحده عجينه مخلطه مع الكاكاو. غنستمروا في هذه العمليه بالتناوب حتى نكملوا الكميه اللي عندنا من الخليط الأبيض والبني.
من بعد ما كملنا الكميات الخليط اللي عندنا غنجيبو سكين ونديرو خط للاعلى وخط للاسفل بالتناوب، خط للاعلى وخط للاسفل باش يجينا الشكل رائع وجميل للكيك ديالنا. هذا هو الشكل تاع الكيكه ديالنا من بعد ما طابت. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم. هي تطلع بمكونات جد جد بسيطه موجوده في كل دار. جات رائعة وجميلة وهشيشة. زيدوا ليها معلقة تاع الخل الأبيض، نسيت ما قلتها لكم، باش تجي لكم هشيشة. هانتوما شوفوا كي جات، جات جميلة ورائعة شكلا ومذاقا. تنتمنى تنال الإعجاب ديالكم.